الأهلي ينفرد بصدارة الدوري المصري بعد فوزه امبارح على مضيف أسوان بنتيجة 3-0 ورفع رصيده ل 40 نقطة من 16 مباراة مع وجود 3 مباريات مؤجلة، وجت 3 أهداف اللي سجلهم الأهلي في مباراة أسوان عن طريق محمود كهربا واحمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه مع تألق كبير من حسين الشحات اللي صنع الثلاث أهداف. بالظبط، فوز مهم جدا قبل ماتش سان داونز. مليون مبروك لكل الأهلوية، وان شاء الله يكون انطلاقه للفوز في كل الماتشات اللي جايه من تاني. نروح بقى لتاني خبر معانا عن اصابه محمود كهربا. الحقيقه الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق قال ان اللاعب اشتكى من اجهاد بسيط في العضله الاماميه وقت مباراه اسوان، وبعدها اشتكى من التواء في الكاحل، علشان كده فضلوا ان هم يريحوه في الشوط الثاني وعدم المجازفه. وقال كمان ان كهربا هيعمل النهارده بعض التدريبات الاستشفائيه وهيشارك في التمرين الجماعي بكره ان شاء الله بشكل طبيعي. ان شاء الله تكون حاجه خفيفه ويرجع بألف سلامه. نروح بقى من